لكن المشروع موجود الان في المجلس التاسيسي بشكل او باخر، هو موجود في المجلس التاسيسي، والتاثير بتاعه ما يقتصرش فقط على وجوده كمشروع، وانما ايضا تاثيره على بقيه المشاريع. فما من حوارات ونقاشات فرضها مشروع الدستور، واليوم موجوده ونلقاوها لها صدى ووجود في مختلف المشاريع المطروحه. استطعنا ان نحط على الطاوله مجموعه من المسائل المهمه، واللي صارت اليوم كانت صبغه وفاقيه تقريبا. مثلا مسائل مهمه، مساله اللامركزيه اللي كنا احنا من بدر نقولوا ان التحدي الاساسي للنظام السياسي الجديد في تونس ماهيش يكون نظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا نظام مختلط، التحدي الاساسي هو مساله اللامركزيه. يعني كيفاش باش نغيروا طبيعه العلاقات بين السلطه الدوله في العاصمه اللي كانت ماسكه من كل السلطات جمعات الفلوس الانتخابات في دول العالم، كل الفلوس طلع فيها بدر، ماهيش مساله خاصه بتونس. ما نحاولوش زاد نهرب من حقائق ومن مواجهه حقائق الانتخابات في العالم الكل. بشكل عام، بشكل عام الانتخابات فيها فلوس، وضروري الفلوس في الانتخابات. شنو البديل الممكن؟ فماش بديل، فماش بديل. يا حجم المجلس السياسي نجم نقول لك ثم حملة انتخابية ولاية كما القضية، ولاية واحد مناطق سياسية نجم يعمل يدير حملة انتخابية حتى أو جاي باش تسكن تحت الحالة الواقعية، أو جاي باش تسمع من حد شيء. مش قاعدة، صحيح تعاون لكن مش قاعدة. إذا كان معناها شعب مرتشي، هذاك كيف يدور عليه مع السياسة. نحطوا على الطاولة مجموعة من الحوارات، مجموعة من الأفكار اللي هي الآن مطروحة بشكل كبير وكنا بدرنا بها إحنا. هذايا بالنسبة لنا مكسب كبير، سواء يعود دستورنا ولا ما يعودش، مسألة بالنسبة لمصلحة البلاد، مصلحتنا كتوانسة كل. فما محاولات التفاف قاعدة تقرب. حبيت نوضح نقطة زيادة، سمحت الحوارات هذه على المجهود الكبير هذايا باش تكون أوضح. بس هل المركزية هي ثم إجماع كفكرة عليها، أما الناس ضايعة فيها. دونك لو ميريت دو سيت انيسياتيف هو اللي كونكريتيزاتها، جسمتها ومكتوبة بالصحافة وبل في الفيسبوك سيد. ويسعد جدا أن يقع الالتفاف على هذه إيبور كوز. البارح بركة كنا في اجتماع خصوصا في الجزيرة اللي أقراو مع اون ديليغاسيون دو كونسيي دو بي دو لاغوار لي ديبارتمون دو فرانس نيورو 14. عمل الدورة مشاو لقفصة ومشاو لصفاق جاو لبروان وباش يقابلوا أعضاء المجلس التأسيسي. علاش؟ تو البريزون دو كونسيي يحبوا يستأنسوا، عنده تجربتها اللامركزية ضايعين فيها على كيفية تجسيمها. حبوا يزيدوا يتراواو تجربة معاشة، بحيث يصعب جدا يظهر لي أنه المبادئ اللي قامت على الثورة باش محاولة الالتفاف عليها تؤتي أكلها. أنا على الأقل في تقديري الخاص ما نتصورش الوقع معجزه، شيء من الخير. ثم حاجات سقطوا يسحي باش يرجعوا. اون نو سورا كو ديسونتراليزي بوتيتر با اون يوني اون دو زاني سا با بروندر ان بو دو تون. صراع داخلي قانوني سياسي، مي باش تقول انت تتصور انت توا ما نتصورش ان ناضج شرعي كما تجمع قبل. اشنو؟ هما اشنو؟ النية نو النية موجودة، المحاولات موجودة نعيشوا فيها في الجنة. والجهة قراراتها أهم وأكثر من قرار البلدية، لأن البلدية منطقة أصغر من حيث عدد السكان، والاختصاصات ديما محدودة خاطر تتعلق بالمسائل اليومية الإدارية، خاصة فيما يتعلق النظافة، فيما يتعلق الطرقات، فيما يتعلق بكل ما يهم الحياة اليومية. لكن القرارات على مستوى الجهة السياسية واللي يلزمهم يكونوا السياسيين المنتخبين بالفعل مباشرة من طرف المواطنين، خاطر التقسيم الحالي هو الولاية المجلسية، ونعرفوا الولاية أكبر برشا من المنطقة البلدية، هذا يخلي أنه القرار مجمد في العملية.
معنى ما فماش إمكانية وفرصة للاختلاف. التعددية راهي قائمة على فكرة الاختلاف، اختلاف إن كان في المركز أو في الجهة أو حتى في البلدية. هذه هي الفكرة اللي يلزمها تترسخ، فكرة التعددية. معناها نجم يكون اللون السياسي على مستوى الجهة، ماهوش اللون السياسي المهيمن على مستوى المركز، ماهوش اللون السياسي المهيمن على البلدية أو أغلب البلديات. وهذيك تتوسع يولي اختلاف رأي والرأي المخالف. هذاك هو الضمانة أن تتوزع السلطة ونبنيو نظام ديمقراطي. المشروع بتاع حركة النهضة على المستوى هذايا وكأنه كما قالت سهير توا، وكأنه المجلس الجهوي هو تنسيقية للبلديات، للأعمال البلدية. في حين أنه المطروح هو أن يكون المجلس الجهوي هو الإطار التقريري للسياسة التنموية للجهوي، مش للإمارة وتصليح الطرقات. فما سياسة اقتصادية في الجهوي، فما سياسة استثمارية في الجهوي، فما سياسة صحية، فما سياسة سياسية. مفروض أن يكون فما هيكل سياسي منتخب مباشرة من المواطنين على مستوى الجهة، على مستوى الولاية، يقرر في المسائل هذه. ويجب هذايا فما انحراف بالمجال هذايا، انحراف بالمجالس الجهوية، وربما تهميشها حتى على مكان لجنة التنفيذ، ما عندهاش القدرة على المساهمة في اتخاذ القرار، في اتخاذ القرار. شو يعطي هذا؟ يعطي كأن من تنطق من فكرة هو أنه على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي مش سياسة، السياسة فوق على المستوى المحلي وعلى المستوى باش كل استقلالية. معناها باش نخلقوا دويلات في كل جهة، راهي الدولة تبقى واحدة. اش معناها الدولة تبقى واحدة؟ معناها عندنا مجلس تشريعي واحد، يعني القانون ينزل مرة واحدة. السياسة الكبرى بتاع الدولة تتحط مرة واحدة من قبل الحكومة، لكن طريقة تنفيذها على مستوى الجهات هي اللي تاخذ بعين الاعتبار مصلحه هذيك الجهه. لكن يقول لك سياسه تنمويه فيما يتعلق واقتصاديه، فيما يتعلق الصحه، فيما يتعلق التعليم، فيما يتعلق النقل، هذه قرارات اداريه تاخذها الجهه المنتخبه واللي تكون مرتبطه بمسائل المواطنين. ماهوش قانون، ماهيش باش تشرع هي، ما فماش قضاء ثاني. القضاء يبقى في السلطه المركزيه، قضاء ومجلس نواب، معناها مجلس تشريعي هو اللي شرع القانون، وحكومه حكومه واحده، يعني مره واحده تتحط السياسه الكبرى للدوله. طريقه تنفيذها على مستوى المحلي هي اللي وحلين فيها احنا توا قرارات مسبقه. جهاز جهوي مش جهاز مضاد او معارض للجهاز الثاني، هو توزيع. ما يعني القرارات على المستوى الجهوي هي قرارات نهائيه، مش قرار باش يبطل قرار اخر حتى لين تعطل لك انت العمل نتاعك. الميزانيه الجهويه تحدد المركز او يكون فيها التصرف هذه مساله اخرى. بس انا مش مساله انه باش نرسيو نظام يكون فيه الجهات عندها قدره على تساهم في القرار السياسي، هذا يتطلب ان عندها استقلاليه ماليه. لكن فما جهه عندنا جهه هذا واحد. الاستقلاليه الماليه تو فما تجارب دول الاخرى يتم تثبيتها بطريقتين، خاصه عن طريق ريفورم فيسكال، تعديل المنظومة الجبائية اللي هي منظومة مركزية موافقة مطابقة مع النظام المركزي. الجباية في تونس تلمها الدولة، ثم الجباية المحلية اللي هي إبسيلون الموارد الجبائية، زر الخلوة وبعض المعاليم وال يعني المداخيل البسيطة للبلديات. We're gonna make it.